انا حاسس سيادتك متغير. متغير ايه؟ ما بقتش رياض باشا بتاع زمان. لا بقى لا، انا رياض باشا بتاع زمان وبتاع كل زمان، بس هو يعني العمليه يعني مقصره حبتين اهم يعني. اسمعني بس، في حاجه عايز اقول لك عليها يعني جوايا، يعني خاصه بالتليفون اللي كان كده ده. ايوه باشا. عايز ارجع، عايز اطلع اللي جوايا يعني. طلع يا باشا، ده انا هاني. ما انا عارف مكان انت، ما انا عفاف. عايزك يعني ايه؟ قلت اعمل ايه في محسوسيتي لما اجي اتكلم معاها يعني؟ ها؟ يعني الموضوع ما ينفعش يتقال في الشغل هنا يعني. خلاص يا باشا، ما دام الموضوع مهم كده وخاص بمحاسيسك، نتقابل في البيت عندي، نتكلم براحتنا ونشرب القهوه. انا موافق، انا ما بحبش القهوه. ما هو كده يا باشا، النهار هيطلع علينا من غير ما اعرف فيه ايه. هاني تعالى. جيت؟ اقعد. انا جسمي بيتخرب من جوه يا باشا. قلقتلي في ايه يا باشا؟ قول لي. انا بمر بتجربه. انا وقعت من السما وانت استلعبتني. انا ماشي مع واحده اليومين دول، كلام في سرك، مراتي. يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتنامش، ايه المشكله فيها؟ ضميرك بيقلبك. وامك بتعاملني كلام دي مجنون كده ليه؟ انا مش فاهم حاجه يا باشا، عايزك تفهمني عشان اعرف ارد عليك. لا هتغاب عليك. ما انا ما تجيش تخون انت كمان. طب خلاص، افرض 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 مثلا يمكن انا بحبها مثلا. طب يا باشا ده جميل جدا انك تصلح علاقتك مع مدام فيحاء. دي ست رقيقه جدا، ست جوهره، ست تستحق كل خير. يا عم انت هتخلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليله الزرقاء دي؟ يا باشا ده انا بدافع. ولا تدافع ولا تقف جون. خلاص انا كل الحكايه عايز ان انا وهي يبقى علاقتي كده زي السكينه في الحلاوه، ناخد وند في الحلاوه مع بعض. ده سهل يا باشا، سهل. خصوصا بقى اللي مدام فيحاء بكلمه واحده منها ممكن تصلح كل علاقتك بيها. دي ست زي البسكوته. ما خلاص يا عم كتكوت، انا عايز اعرف انا هعمل ايه. قول لي فهمني انا هعمل ايه. شوف يا باشا. اتفضل. الستات عموما عموما تحب المعامله الرقيقه. اه. تحب الشعريه، تحب تحسسك دفء المشاعر. شفت تايتانيك؟ لو المصحف ما شفته. الفيلم تايتانيك يا بقى، تايتانيك الفيلم. لا ما شفتش تايتانيك انا. عارف روميو جوليت؟ عداد الشمس الشمس. يخرب بيتك يا روميو. وريني ده كان عبيط ولا ايه؟ صح. زهق ام شاكر. انا مات روميو. فيحاء اطلع بقى عشان نقول كلام حب بقى. فيحاء فيحاء يووو. مين؟ هلا. انت مين؟ انا روميو. وعايز ايه يا سي روميو؟ عايز حد يسلكني من الشجره اللي انا فيها دي. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ بعد ما ابص لك بروح ابص في المرايه بحس ان انا شايف حيوان. حلو قوي الوقعه اللي انا محتاجها. انت كويس؟ لا انا اتخضيت. ايه؟ اتخضيت عليك. انت كويس؟ والله اتخضيت عليا. انت كويس؟ انا سيبك من انا كويس ولا اتنيل. انت اتخضيت عليا؟ اه. والله انا اعرف ان اتخض بالشكل الجميل ده
ده انا مستعد بكره اجيلك ظرف نفس بلطه في وشي مفيش بعدها. بعد الشر ده انا والله في وشي. بعد الشر جيلك بكره خبط دماغي في سور حديقه. الف بعد الشر عليك. انما ايه الرومانسيه دي كلها؟ ايه يا حبيبي؟ ورد تطلع على الشجره تعمل لي روميو ولا جولييت؟ ما اقدرش على الكلام ده كله. انا والله الواحد حاسس انهم اثر بس تكتفل. طب ومين انت الله يخليك؟ من غلط ده انا متفكر. ايوه ارفع. ايوه ايوه بس اظبطي بقى. تعال شمال بسرعه لحد الحقلب. بعد ما خليك اقول لك بقى تحب تروح فين؟ زي ما انت عايز. البت الواقعه دي انا بهزر. خلاص نبدا بمراجعه السبتيه. اوكي واقعه واقعه يعني. يلا بينا بقى. والله انت عارفه يعني احيانا الواحد ربنا بينجده يعني بيستر معاه. انا وقعت من هنا على الارض من البلكونه. ليه واحد صاحبي وقع برضه من طياره بس نزل رشق في البرج. يعني الحمد لله برضه.